صباح الخير يا احلى عيلة، كيفكم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم واخيرا رح نروح نصور انترو القناة. فاينلي واخيرا واخيرا حاسين حالنا نحن عم نعمل انجاز بصراحة، لاني تأخرنا كثير بهذا الموضوع، وحتى اليوم نحن متأخرين عن موعدنا. تصوروا نحن كنا مضيعين الكاميرا، ما عم نعرف وين الكاميرا. نحن جاهزين تقريبا من ساعة ساعة ونص، بس ما عم نلاقي الكاميرا حتى نصور. وين بالاخير لقيناها؟ هلا لقينا الكاميرا وهلا عم نعمل مقدمة. احكي لهم وين لقيناها. لقينا الكاميرا، تخيلوا وين؟ بالحمام. ما بعرف شو عم تعمل بالحمام. ما بعرف ما بعرف، انا ممكن رحت غسلت ايدي واخذت الكاميرا، كنت عم بجهز الكاميرا وعم بجهز القصص، ممكن نسيتها هون. او انت لا تتهميني، انا عندي هيك حركات على فكره. مسي يا مانت. اوه شو هذا؟ عندي اميره انا بالبيت وما بعرف. الثاني للانترو، هذا الفستان اللي اشتريته بالسويد، اللي قلت لكم حضرنا كل شيء، والشال والتاج، تاج الورد. شو رايكم؟ هلا انت مالك خجلانه تنزلي هيك بالشارع تمشي؟ قولي شو رايكم بلبسي وشكلي للانترو؟ هل هيك حلو او كان لازم البس لون ثاني او شيء؟ اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم. اميره رح نلبسها ابيض. لبسي ابيض لورد؟ فستان ابيض اشتريناه لها، هلا نايمه، حصحيها والبسها واشوف لكم اياها. اوكي هلا رح نطلع من البيت مشان نلحق الموعد وما يروح علينا الموعد، لاني نحن تاخرنا كثير 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 بهذا الموضوع. كالعادة نحن متاخرين، بس ما بعرف ما بعرف ما بعرف تعبت. بصير معنا شغلات، يعني بصير معنا قصص، يعني مو بايدنا. يعني مثلا اليوم الكاميرا ضاعت، ساعة ونص نحن عم ندور على الكاميرا. نحن جاهزين كنا كثير بكير، بس اللي اخرنا هو الكاميرا، ما عم نلاقي الكاميرا. فاوكي لازم هلا ننزل بسرعة. القدر عم يخلينا نتأخر، ما بعرف ليش كل مرة على أي شيء لازم تتأخروا. يلا روحي فيقي ميرا بسرعة 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 بسرعة. شوفوا مين فاق من النوم. صباحو يا بابا. سو هذا هو الفستان؟ يا شو ليش صايرة كيوت بنتك كثير؟ سو يا بابا شو يا عمري؟ شو عندك اليوم؟ سو اوكي يا جماعة، نحن هلا طالعين وعلى الطريق رايحين على مكان كتير 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 حلو. بس نوصل ونشوف لكم اياه. شوفوا شوفوا الكاميرا اللي جنبي رهيبة. الانترو رح يطلع كتير حلو، بتمنى يطلع حلو. اي ان شاء الله ان شاء الله يطلع يجنننا، لانه استنيته كثير بصراحه. نحن خايفين من هذا الموضوع انه الانترو ما يطلع حلو، بس ان شاء الله ان شاء الله. أليكس عم بيطمني، عم بيحكي لي رح يطلع الانترو كثير بيجنن، بيطلع حلو انه ان شاء الله. يعني هلا انا شفت الكاميرات اللي معه والقصص اللي معه، خلص حسيت انه رح يطلع كثير كثير سبيشل. احنا هلا حاليا على الطريق وبدنا تقريبا نص ساعه حتى نوصل على مكان التصوير. ان شاء الله ان شاء الله بتشوفوا الانترو، بيعجبكم الانترو. احنا وصلنا على مكان تصوير الانترو، شوفوا المكان يجنن، كله قلوب وحب everywhere. لا المكان عجبك المكان؟ مكان بيرفكت، كله قلوب وقصص ونحن بنحب بعض وبنموت. واو اوكي، المكان اسمه لاف ليك، يعني بحيرة الحب. يا سلام. بحسها كثير طالع على الانترو ظابطة صح؟ يا كثير هيك جو انه عائلي وما شوفوا احلى هون ما بيخاف. تعي تعي بس انتبهي هون مي. اوكي واو شوف هاي الصفرة كمان. ما بيخافوا ها؟ بدي ألمس. نحن هلا حاليا وصلنا على مكان التصوير، على موقع التصوير، وهون أليكس عم جهز الامور كلها حتى نبلش بالانترو. هذا المكان اللي احنا واقفين فيه من فوق. خلاص ما تحكي لهم ما تحكي لهم، خليه يشوفوه بالانترو، خليها تكون فاجأة لهم. اوكي لا تحكي لهم اي شيء، خليني احكي. لا خلاص هن رح يشوفوا الانترو ورح يشوفوا كيف المكان رح يطلع. هلا خلصنا تصوير، ما بعرف كيف رح يطلع الانترو. ما بعرف شو حاسه، شو حاسه انت رح يطلع حلو ولا لا؟ ما بعرف، احنا صورنا كثير فخلي نشوف ان شاء الله يا رب يطلع حلو. هلا حاليا أليكس رح يعدل الفيديو، رح يعدل الانترو ويخلص كل شيء. كم يوم بده أليكس؟ بركي شي يومين ثلاثة. مو كتير يومين ثلاثة؟ صلن زمان عم بيستنوا الانترو على فكرة.
كيف نقول مع الوقت بيجي منيح. اوكي هو قصده رح ياخذ وقته مشان الانترو يطلع حلو كثير كثير. على كل حال نحن هلا خلصنا رايحين على السياره وميرا نامت يا تعبت. حرام نامت المسكينه. شوفوا الجو شد حلو كثير كثير كثير. عجبني المكان. شاهد كيف شفتي المكان عجبك؟ صح حلو كتير. لازم شي يوم نجي هيك نعمل هون هيك رحله صغيره. اوكي انا اكثر شيء عجبني اسمك. اه شوفوا السمك فرجينا هون ما يخافوا. اوكي هلا حاليا نحن وصلنا البيت واخيرا صورنا. حاليا الدنيا عتمت. صورنا الانترو وخلص. بقى بس ننتظر صور اليكس يعدل الانترو ويبعتنا الانترو وننزله. فحضروا لي حالكم. انا كثير متحمسه ما بعرف كيف رح يطلع الانترو بس ان شاء الله يطلع حلو. اميرة تعبت اليوم لانه من الصبح عم نصور وهلا بعد شوي لازم اروح انيمها. وسيماند قاعد عم يدور اغنيه. لا مو اغنيه موسيقى صح. انا قاعد حاليا هلا عم بدور على موسيقى تكون مناسبه للانترو تبعنا. ما بعرف بصراحه محتار في كذا موسيقى. انا شفتهم عجبوني. هن ثلاث موسيقات ثلاثه عجبوني بس ما بعرف اي وحده رح اختار منه. ومفكرين انا وشاهد نحن في موسيقى نحن حابين اكثر شيء ناخذها ونعدل عليها نحط عليها اصوات ثانيه وحركات ثانيه حتى تطلع انه موسيقى خاصه فينا. يس ما بعرف. بكل حال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلع شيء حلو ويعجبكم انتم. اهم شيء يعجبكم انتم. صباح الخير. اليوم بعد يومين من تصوير الانترو واخيرا 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 خلص الانترو. وشاهد شوفوها كيف قاعده بالزاويه مو بعرف شو صايره مكتئبه خايفه كثير انه الانترو ما يعجبكم او انتم ما تحبوا الانترو. الانترو حاليا هنيك ومو حابه اشوفها. مو راضيه تشوف الانترو ابدا. ما حابه تشوف الانترو ابدا ابدا. قلت لها بس تعي تفرجي عليه اعطيني رايك فيه اذا حلو ولا مو حلو ولا فيه شيء بده تعديل ولا اي شيء. ما حابه تشوفه ابدا. متوتره كثير. ما بدي اشوفه. رح اشوفه بعد شوي. طيب بس شوي تعي شوفي. بس اول لقطه. بصراحه شاهد مع حق تخاف وتتوتر لاني بصراحه نحن خايفين الانترو ما يعجبكم او ما تحبوا الانترو. المهم انتم بعد ما تشوفوا الانترو اذا حبيتوا فجروا هذا الفيديو لايكات. بدي هذا الفيديو يجيب اكبر عدد لايكات ممكن حتى نعرف اذا انتم حبيتوا الانترو او لا. وهلا صار الوقت تشوفوا الانترو لاني خليناكم تستنوا كثير كثير. فما رح نطول عليكم اكثر من هيك. بعرف كلياتكم متحمسين وما رح نحمسكم اكثر من هيك. انا كمان رح اشوف الانترو معكم تخيلوا. يلا خلينا نشوفها. شوفوا شاهد قاعدة هون. بتعرفوا كم مرة حضرت الانترو؟ ألف مرة. بالبداية كنت أترجاها حتى تشوف الانترو معي وحتى تعطيني رأيها بالانترو إذا حلو ولا لا. هلا حاليا قاعدة وعم تتفرج على الانترو. صار كذا مرة. صار 10 مرات. صراحة أنا عجبني يعني عجبني أكثر من ماسيا ما عجبه ما بعرف ليش. وكمان في شيء مهم كثير حابب أخبركم إياه. مثل ما بتعرفوا عيد زواجنا قرب. بقي له تقريبا أسبوع على عيد زواجنا. وأنا إجتني فكرة أنا حابب أعمل مفاجأة لشاهد. مفاجأة ولا بعمرها رح تتوقع إنه رح أعملها هيك مفاجأة. بصراحة لازم أعملها هيك مفاجأة لأني شاهد تستاهل كثير. لا ما بصير. شو شايفين عم تاخذني بالعبطه عم تعبطني حتى انه شو احكي لها شو المفاجاه. طبعا شاهدي ما بتعرف اي شيء عن المفاجاه رح اعمل لها اياها. شو هي المفاجاه؟ ما بتصير مفاجاه اذا حكيت لك. عن جد مفاجاه كثير 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 كبيره. شو بدي اعمل؟ لا ما حقلك ما حقلك. اسمه مفاجاه ما بصير اقول لك. شاهد تستاهل هيك مفاجاه لاني عن جد تستاهل. اي خنقتني. عن جد تستاهل لاني صار فتره كثير طويله ما عملت لها مفاجاه محرزه او ما عملت لها شيء محرز. كل مفاجاتي الثانيه كانوا مفاجات بسيطه. وانا حسيت لازم اعمل لها شيء كثير كبير او شيء كثير حلو لاني هي بتستاهل. انا شفتها لما كانت حامل بميرا. شد كانت عم تتعذب اثناء الحمل اثناء الولاده.
حسيتها تعذبت هالفترة كتير، فلذا لازم اعمل لها المفاجأة. المهم قبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو مثل ما حكينا لكم، اذا عجبكم الانترو فجروا الفيديو هذا لايك حتى نعرف انه الانترو حبيتوه كتير. وكمان بنشوفكم فيديو جاي، وان شاء الله استنونا قريبا رح اعمل اكبر مفاجأة لشهر بعيد زواجنا، مفاجأة ما بتتوقعوها انتم ولا هي رح تتوقعها. فلذا استنوا هذا الفيديو. يلا بنشوفكم فيديو جاي، نحن بنحبكم كتير، يلا باي.